يؤكد العلماء اليوم أن ظاهرة الليل والنهار هي من الظواهر المعقدة في الطبيعة، وأن الأساطير نسجت حول هاتين الظاهرتين، ولم يكن لدى أحد من البشر علم بكيفية تعاقب الليل والنهار، ولكن القرآن حدثنا عن الليل والنهار في الكثير من آياته، وأوضح لنا كيف يجلي ضوء النهار الشمس، ولولا طبقة النهار لظهرت الشمس مثل نجم صغير. تبين الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن الفجر يظهر بلون أزرق وكأنه يظهر الليل ويزيحه. وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى عندما أقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة تجلي النهار، قال تعالى: والنهار إذا جلاها. ومعنى جلى في اللغة وضح وأظهر، ونلاحظ كيف أن ضوء النهار يظهر هذه الشمس ويوضحها لنا في مشهد بديع، فتبارك الله أحسن الخالقين.